اليوم هذه الاتفاقية استطعنا من خلال مقاربة مندمجة ما بين الأكاديمية الجهوية، ما بين المديرية الإقليمية بإقليم سطات، ما بين مؤسسة بن الشيخ للأعمال الاجتماعية بمكارتو، ما بين جماعة مكارتو، وما بين جماعة سولالية لإحداث هذه المؤسسة بدعم من مجلس جهة دربيدة سطات، اللي يعني انخرط إلى جانب الأكاديمية في دعم هذه المبادرة من أجل محاربة الهدر المدرسي، من أجل تشجيع تمدرس الفتيات، من أجل محاربة الانقطاع عن الدراسة. اليوم ما يفوق 180 تلميذة وتلميذ من جامعة مكارتو، والدواوير يعني اللي كيتنقلوا منها يوميا تلميذات وتلاميذ كينتقلوا لمدينة بن حمد، من سواء عبر الاستفادة من الداخليات أو النقل المدرسي، من أجل يعني الاستمرار في الدراسة في السلك الإعدادي. اليوم هذه الإعدادية اللي غادي نخلقه غادي تخفف العبء على الأسر بطبيعة الحال، وغتقرب الخدمة للتلميذات والتلاميذ، وبالتالي غادي نساهموا يعني في محاربة الهدر المدرسي وتمكين التلميذات والتلاميذ في تمدرس في ظروف جيدة. اليوم بطبيعة الحال عندنا أمل أن هذه المبادرة تكون قاطرة لإحداث يعني مجموعة ديال المؤسسات التعليمية بالجهة، لأنه البرنامج المادي للأكاديمية الجهوية برنامج طموح يهدف لتعميم الإعداديات بالجماعات المحلية يعني بجهة الدربيدة سطات. نفس الشيء بالنسبة للثانوي التأهيلي بالتدريج. واليوم من أجل تسريع وتيرة الإنجاز لابد من خراط كل الشركاء، سواء الجماعات الترابية، جماعات المحلية، القطاع الخاص، جمعيات المجتمع المدني. وهذه المبادرة ديال اليوم يعني كتبين بالواضح أنه يعني ممكن التعبئة حول المدرسة العمومية، ممكن يعني تسريع الوتيرة عبر هذا النوع من الشراكات. أكاديمية الجهوية دار بيضاء سطات كتعمل يعني خلال هذه السنوات الأخيرة في تعبئة موارد إضافية عبر الشراكات، والحمد لله يعني هناك واحد التعبئة، هناك واحد ثقة في الأكاديمية الجهوية من كل المتدخلين، سواء من داخل المنظومة أو من خارج المنظومة. اليوم عندنا شركاء من القطاع الخاص اللي كيدعموا الأكاديمية الجهوية في إحداث مجموعة من المؤسسات التعليمية. هناك جمعيات المجتمع المدني اللي كنفتخروا يعني بالدعم ديالها والمواكبة والدعم الكبير يعني اللي كتقوم به المجلس الجهة، مجالس الإقليمية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتبر رافعة أيضا لقطاع التعليم. وهذا اللي غادي يمكننا من خلق نهضة تربوية متجددة داخل منظومة التربية والتكوين في جهة الدار البيضاء سطات. اليوم من خلال هذه الشراكة اللي حضرنا التوقيع ديالها اليوم في مقر الجهة بمدينة الدار البيضاء، شراكة ما بين مجلس الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية وجامعة مكارتو بإقليم سطات ومؤسسة محمد نجيب بن الشيخ للأعمال الاجتماعية، وللهدف منها إحداث إعدادية بجامعة مكارتو. تعرفوا بأنه الوزارة لديها برنامج طموح لتعميم الثانويات الإعدادية على جميع الجامعات القروية يعني بجميع الأقاليم، وهذه الخطوة هي دفعة للمجهود الكبير اللي كتبذلو الأكاديمية في يعني في هذا المجال من خلال تعميم المؤسسات الإعدادية بالجامعات القروية.